قال انه التونسي يلوج على مصلحته الخاصه يحب الفلوس، والا يلوج على مصلحه بلاده يحب الدوله تتعافى ويحب مصلحه الوطن. طبعا هذا اذا اخذينا بعين الاعتبار مشاهد نتاع الاحتجاجات الاضرابات اللي كل مره يخرج جزء من التوانسه يطالبوا بها تقريبا في مختلف القطاعات، يطالبوا بالزيادات وطبعا الاضرابات هذه تكلف البلاد ما تكلفها. اذا لهنا شنو وين نصنف التونسي معناتها، لانه يحب الفلوس والا يحب مصلحه الوطن؟ توا بالنسبه للمواطن العادي يحب الوطن نتاعو، يحب تونس، وخاصه الفئه نتاع 55 سنه ل 65 سنه، ناس متربيه على الوطن، وقت النشيد الرسمي معناها يضرب يبكي. جاو جموعه بعد 2011، جماعه 2011 نجم نقول لك هما اللي توا نعانيو في نتاع 2011 المشاكل السياسيين هذوكم وكل احزاب البلاد ما خلاو فيها شيء من الاخر، معناها عملوا فيها شاطح باطح على انه سياسيين واحزاب وخاصه كمجلس النواب. ياثر على وطنيه التونسي؟ اثر على وطنيه تونس وناس بكات وناس ضرها. مجلس النواب القديم هذاك ضرها، البنيه راكحه في مجلس النواب والصحافه العالميه تصور باش كيفاش ترمم، ما عندها ما ترمم شيء. توا قاعدين بشويه بشويه، السلاح يجي صعيب ياسر، اما الانفلات في وقتها. معناها نتصور انا المواطن التونسي ثم فئه وطنيه صحيحه وفئه ما تجي شيء. الشعب التونسي يحب يعيش اكثر. احتكارات في جميع المواد الغذائيه. اليوم المواطن التونسي السهرية نتاعهم متوصلش لأدنى ما يكون، يعني حتى باش يعيش بها ولاده ما يوصلش به. يا ترى الشعب التونسي الأجر الأدنى اللي عطوه طول الدولة باش تعيشوا ما ظهر لي. الدولة هنا نحسها ماهيش قاعدة تسير في النظام نتاع الدولة وخاصة في الاقتصاد كما ينبغي على حسب الامكانيات نتاعها. هي دولة هنا نتاع امتيازات، انجلترا ما تعطيش امتيازات في كراب وشوفرة وديار ومنح وتونس دولة فقيرة وتعطي في امتيازات، تعطي في الكراب وتعطي في الليسونس وفي الضوء وفي الماء بلاش. كيفاش هذه بس سير دولة بالطريقة هذه باش نجم تسير دولة تعطي على حساب الفقراء؟ مالا الفقراء شنعملوا لهم هذوكم؟ منحة ب 200,000 جنيه باش تعيشوا، وتعطي الواحد موظف تونسي كيف وكيف وكره بالملايين، تعيشوا عشرات السنين حقها. هنا الدولة التصرف نتاع أنا كمواطن، التصرف نتاع الدولة راه هو اللي ماهوش صحيح. الاضرابات قداه هنا متى؟ تو صافي لونتون، تو من 2011 واحنا اضراب اضراب. هك شوف البلاد كيفاه وقفت على الاخر، انا ولينا نساسيو من ليبيا واحد كذا معناها، والاتحاد هذا ينقص شويه معناها، الاتحاد لازم ينقص شويه معناها. ياسر عمل كما يقولوا فيه عمل ما ثماش، وكاو ما يحبوش يخدموا، ما ثماش انتاج، ويحب الخدمه كان في بير ولا في داره. اكتو برشي لوج على اقل خدام باش يخدم، يقول لك شنو الخدمه وقداش النهار وكيفاش، يرضى روحه شد القهوه ويلعب في الرمي وما يخدم، ما يحبش يخدم. اذا معناتها في الكهذه هذيا هذوما يحبوا الفلوس وما يحبوش الوطن. ولا الشعب راهو يحب البلاد تركح ويحب البلاد نعيشوا فيها مستورين وكل شيء. اما يا بنتي هالاحزاب وهالهموم البارونات هذوما ما خلاو حتى شيء للبلاد، ما خلاو، والحكومه ما دخلتش مواقف. برشا يقول لك انه معناتها اذا صارت اضرابات والاحتجاجات هي معناتها باكراه تصير، لانه الله غالب هذيك هي الضروره، هذيك هي الظروف، واللي يحكمونا هم اللي يخلونا معناتها نولوا نخرج ونضرب ونحتجوا، واللي هو طبعا معناتها كي نحكيوا اضرابات هذا يكلف الدوله ما يكلف. هذا كل شيء معناها الاكراه، معناها خاطر الناس معناها تاع الحديده كلها راهو شوف فيها العباد من الفريب، من واحد حتى الفريب جيت شوف تو في سروال قبل 30,000 تجي كام 7,000 و8,000 فرنك واحد وكاهو، اما ربي يقدر خير وكاهو. هذاك واش نقول لك اخت، هذاك بالنسبه لك انت حب الوطن كيفاش يتمثل، فاش يتجسد؟ انت تخدم بلادك راهي تونس، راهي
تخدم بلادك. انا كنت في قبل انا تابع السياسه واحد نخدم بلاد، اما بلاد قبل كل شيء ناحي معناها المصالح نتاع الشعب بلادك زعما تاخذك تشوف الشعوب كيفاه متطور علينا وكيفاه هربوا بينا لافريك، معناها هاي ليبيا من هنا، هاي الجزائر، هاي المغرب، احنا بقينا هكا تشوف حاشاك الزبل بارتو وين تمشي تشد خشمك وواحد. لا يلزم حب الوطن قبل كل شيء، هذاك هو اللي نعرفه. توا يطالبوا بالزياده في الوقت هذا، ما سامحني من نجمش نقول لك صحيح فما ناس محتاجة وصحيح كنا محتاجين، أما الوقت الحالي الوقت الراهن تي البلاد واقفة هي كلاو كلاو شبعوا عباو مكاتبهم ويحبوا توا العباد. علاش علاش الضرب؟ علاش ما فماش البلاد ما فيها شيء؟ علاش يتوضر؟ خليوا البلاد تقف على ساقيها كما عملوا برشا دول كانوا في أسفل السافلين، هزوا رواحهم. وإحنا يا بنتي كنا أهون من اللي دخلت فيها الأحزاب وهالحشاكة واحدة، سامحني. بالنسبة لك أنت حب الوطن ومعناتها أنه واحد يلوج على المصلحة العامة، فاش يتمثل وفاش يتجسد؟ طول حب الوطن فاش يتمثل في في الامور هذه، انه فهمتي الناس كل تخدم على روحها. هل كما نقولوا احنا الاعتصامات وهل الجرافات هذوما كل يتنحاو على الاقل عامين ما ثماش لا جرافات لا ثم شيء، الناس كل ترضى باللي ثم وبالوضع كله تمشي به وهذاك هو. اما هذه جرافات واعتصامات وناس ما تخدمش، لازم الكل ترجع تخدم، الناس ما كل لازم تخدم اناث وذكوره يهزوا الوطن نتاعهم بعد عامين نتفاهموا. نتفاهموا فهمتي ولا في كل شيء، اما هو يلزم الناس كل تخدم، الناس كل تشمر على ذرعانها كبار وصغار وناثي وذكور وكل شيء تخدم على روحها. حب الوطن ما يبقاش احساس هذايا. لكن ثم افعال تجسد ذلك. بيان سور ثم افعال، ثم واجبات باش نقوموها نقوموا بها. وشكون اللي يخلي حب الوطن موجود؟ هي الجوفرنمون، الحكومه تحسس العباد اللي هي تخدم فيهم، جايه باش تخدمهم باش تنفعهم. كيما هو يلزمه يخدم الوطن هذا. شنو هي الوطن؟ الوطن مجموعه نتاع مؤسسات. المؤسسات هذه اللي باشر فيها المواطن يخدم فيها، يلزم يخمم على غيره باش يخدم فيها كيما هو خدم، يقدم بك المؤسسه هذيك. كي يقدم بالمؤسسه هذاك، هذاك نوع من حب تونس. حب تونس فعل، لكن مش كلام. كي تجي باش تحب تونس تردها فعل، ما تلوحش الوسخ في الشارع، هذاك حب تونس. تمشي تقضي ما تشريش 10 باكوات حليب، صحيح انت عندك باش تشري 10 باكوات حليب توا، غيرك ما عندوش، عنده باش يشري باكو. يلزمك تخمم فيه، يلزم التخمام الجماعي في تونس يكون باش نجموا نتقدموا، مش اخطا راسي ويضرب. هذا ماهوش حب، هذا افساد. حب الوطن لما تطلع في المترو تحافظ على الممتلكات نتاعك، لان ممتلكات الشعب. اما مش تعطل كما هذا المترو هذا اللي متعدي من اضخم متروات في اوروبا. ما حافظوش عليه، فهمت؟ كيفاش تحب الحب الوطن؟ الحب الوطن ما تجيش بالهمجيه، بالهمجيه، فهمت؟ يجب أن تحافظ على الممتلكات، ممتلكات الشعب إلى غير ذلك. هذا هو الحب الوطن، الحب الوطن يجب تكون أنت تحافظ على الدولة بتاعك وتحافظ على كل شيء. مهما تكون، مهما تكون، فهمت بابا؟ ويجينا حاشاك مترهدين والنفاق، فهمت هذا وذا، لا يكفي. انتهى الأمر. فهمت؟ إذا كان حبوا الحب الوطن، الحب الوطن راهو كلمة صعيبة ياسر. كلمة صعيبة ياسر. شفنا في ظل الأوضاع الراهنة خاصة بعد الثورة نحكي، ومعناتها شفنا نزيف الحرقة، معناتها وظاهرت الحرقة بصفة عامة تفاقمت بشكل كبير في تونس. كانت يعطيك الصحة، الفئة المستهدفة كانت شباب بركة، تولين نحكي وكبار صغار نساء ولاد، يعطيك الصحة لبعضها. نشوفوا زادة في معناتها ناس نخب، معناتها تهاجر الأدمغة تهاجر لهنا، برشا يلوموهم، برشا يلوموهم، يقول لك أنه هذوما ماهيش ناس وطنية انها تخلي بلادها، خاصه في ازمه كيما هذه، في غصره كيما هذه. مهما كان الظرف ما نمشوش ونخلوا بلادنا. شنو رايك؟ مع انه الظروف باش يقول لك ظروف هي ظروف اقتصاديه فهمتي ولا تراكمت، الظروف الاجتماعيه تراكمت،
توا هذه الحرقه راهي موجوده عالميا راهو، الله غالب الافاق والصغر والشباب فهمتي ولا توا طبيب يهاجر علاش؟ على خاطر ما ثماش امكانيات، الامكانيات ما ثماش، الفلوس ما ثماش، 30% من الطب نتاعنا ادمغه تستعمل فيهم امريكا وفرنسا والمانيا، خاطر ما ثماش فلوس، غادي ثم يوفروا له كل شيء، وهذيك المشكله نتاع الدوله، انها ما توفرلهمش معناها حاجه باش تشدهم، تستقطبهم في بلادهم، الاستقطاب يقعد في البلاد، ما يقعدش فهمتي باش يحرق، سواء فهمتي كما نقولوا جامعي ولا انجينير في الفيزياء ولا في الكيمياء، عندنا علماء احنا يخدموا في امريكا معناها وفي الناسا في كل دماغات التوانسه راهو، اما الله غالب هذاك ظروف بلاد ضعيفه وفرغوها وقت اللي في 2011 ما خلاو فيها شيء. يلزم يجيو ناس خبراء بالقدا حتى اذا كان يلزم من البرا، وما نصورش من البرا على خاطر التوانسه متقدمين ويعرفوا كل شيء باش ينجموا يسيروا، على خاطر السياسيين ما ينجموش يسيروا الاقتصاد. يلزم ناس مختصين بالقدا في كل حاجه، في كل حاجه، ما الشارع كيفاش يتبني اي حاجه. يا ما ادراك بالسير دولة عملية صعيبة برشا، وخاصة في القرن 21 اللي العالم قاعد يتغير كل درج، مش كل عام وكل كل درج العالم قاعد يتغير، واحنا مانيش قاعدين نتغيروا. شيء أسف تسافر لبرا وتجي مثلا تحزن تشوف تونس عمال وهي تحسها وعمال من يجيم كي عمال وهي توخر، الشعب تراه الكل على اعصابه، الدنيا غالية برشا، غالية ياسر، تونس من اغلى الدول في العالم، انكريديبلي، حاجة توجع برشا، اللي يفطر يولي يخمم على العشية، اللي يتعشى يولي يخمم على حاجة صعيبة برشا، وليت العباد نحس اعصابهم الكل متوترة.